أعطيكم الدراري What the fuck شو مشو صوشي You're mad I'm back Big mad He's mad She's mad Big sad أعطيكم الدراري معاكم فورز ومحدة فيكم فيديو وزدويل دراري اليوم غادي نديرو أول إبيزود أول حلقة من واحد السيري واحد السلسلة الجديدة ولا أنا متأكد غادي تعجبكم اللي هي سيتاباس المطفرين هاد السلسلة اللي كان بزاف ديال الدراري من البداية ديال سيتاب فورز هما كيقولوا لي ديرها وبما أنني أنا هو دحماس المغربي فأوف كورس غادي نديرها نهزوز أنا المهم اليوم الدراري غادي نبدا أول حلقة ديال هاد السلسلة الجديدة كنتمنى الدراري أي واحد كيتفرج في هاد الفيديو يمشي يدير لايك للفيديو تابوناو في لاشين الدراري إلا كنتو جداد وأول مرة كتشوفو ذيس كيوت فيس ابونا فلاشين وفعلوا الجرس الدراري وشوف كنقول لكم الدراري والله ما غادي تندبوا المهم الدراري عارفين البلان هاد السلسله هادي خديتها من لي كومونتير اللي كنتو قلتوا لي في الفيديوهات اللي فاتوا كنت ديما كنلاحظ بنادم كيقول لي دير سيتابات حاب سيتابات المطفرين سيتابات المطفرين لعيبات وهاني غادي نديرها هادشي غير باش نقول لكم الدراري بلي لي كومونتير ديالكم كاملين كنشوفهم كاملين كنحاول كاملين كنجاوب عليهم واي واحد عطاني شي ايدي اي واحد عطاني شي فكره ولا شي لعيبات المهم عنده شي فكره ولا شي حاجه يلوحها في لي كومونتير الا عجبتني والا عجبتني وبانت لي بلي غتلقى حتى تفاعل لا تعجب الدراري زعما غادي نديرها سو اي حاجه عندك في بالك حطها في لي كومونتير المهم الدراري كيف ما العاده قلت لكم في الانستغرام باش تصيفطوا لي السيتابات ديالكم سيتابات الله يحسن العوان ديالكم وانا اليوم غادي نطلع عليهم وكيف العاده راه اي حاجه الدراري كنبغي ندير عليها شي فيديو راه كنطلبها منكم في الانستغرام ولا شي لعيبات سو اي واحد بغى يدوز في سيتاب فورز ولا سيتابات مطفرين ولا اللي عنده شي سؤال ولا اي حاجه دوز عندي الانستغرام فولو مي واللي عندك صيفطو نبداو اول سيتاب ديال الدراري سميتو ياسير امير ياسير امير ياسير امير ها هو السيتاب الله اكبر الله عرفتي امتى الدراري اخر مره شفت ديك السكرين ديك التصويره ديال ويندوز فكرتني في ايامات السيبر الام اس ال لعيبات بو زبال وبي سي اللي محلول بلاتي صبر عليا بلاتي واش كيبان لي داك البي سي خاوي داك بواتي خاوي اش فيها داك اش كيبان لي ملصقه بالسكوتش والله الا سيتاب ديال الله يحسن العوان ديال بالصعاب ولكن ما يحيدش لك الطبيب ديك الطابي اللي شاد كلافي والسوري بعد على الاقل واخا سيتاب ديال الله يحسن العوان وعندو ايكون ديال ابو ظهر وعندو بواتي بيضاء اللي كنا كنشوفوها بفونتيوم كارت شحال من العام هادي باقي هذا باين هذا باين شي تصويره قديمه جبد عليا ما يمكنش تكون عاد شي واحد مازال عنده بحال هاد الماتيريال ولكن عاوتاني راه ما تكونش قديمه بزاف حيت بان لي تما ويندوز 6 ما عرفتش ندوزو لهاد السيتاب ديال الدراري سميتو الخليفي فؤاد واخيرا شي واحدين عندو السميات الصاط او السيتاب مصورو ليا من الفوق كنحس براسي بحال لاعب ليغو في ليجند ولا ما عرفتش اوكي عنده بي سي بورتابل ملصق فيه كلافي عادي وملصق فيه حتى السوري ما عرفتش اش كتحتاجوا انكم تشريو بي سي بورتابل الا كنتو غادي ديروا ليه كلشي اصاحبي ويا طابي هذيك كتبان شي حاجه اللي زوينه في داك السيتاب كامل بالروز ولا بعدا كيقهروني المغاربه اصاحبي ديما كيتصاور ما يصيفط لك تصويره عادي تصويره ديريكتومون مقاده وفاس ولعيبات لا اختي مشي جناب مشي جناب الاخر بلاتي شو مصور لي كاع الجناب ديال السيتاب ديالو اما واحد البير عرفتي كنت كنحس بحال داير شي بيبليوتيك حاطه وقالبها ودار فيها البيرو واللعيبات ودار شي خشبه وقام لي واحد شي نصر ولا شي لعيبات وكيهزف يدو دابا كنحس بحال لاعب ودار ديك الخشبه فوق ركبته كيبقى لاعب عا كنضحك ما كان خايف فؤاد داك سيدي سوري ليناكس معرفتش اينا وحده ليناكس وين على ليناكس كلافي لقيته في الدار خدام بالكيس كنتي كتضحك علينا خايف فؤاد دابا التصويره ديال البصح طب شو الدراري داك الحيطه الصاد كي داير شو داك الحيطه الصاد واه شي حاجه زوينه بالروجو والكرسي على الاقل احسن من الكرسي هذا خصني واقيلا انا ندوز راسي في سيتابات المطفر ندوز السيتاب ديال الدراري سميتو ادم نوروتي سيتاب مطفر هذا قلت لي بغينا سيتاب مطفرين اه يعني سيتاب باش اللي ممكن يكونوا سيتوم ليا خاكا كنضري اكتو عليهم ضرب بيسي بورتابل الفوق حاط تحت منه كلافي جيم كلافي وقال شي جدال تمايا حداه سوري طابي تكون ريزر هذيك يمكن بيت لي اللوغو ديال ريزر تما حاط اللايتينغ بحال هذه اللي كنصور بها انا اللي كتشوف بها الضو هاي لعيبه كيضرب فيه الضو هادي اللعيبه الضو ميكرو كاسك سيتاب مطف خوتي مسيو ادم كيدير نضاط ايه بريك هذيك تما وزايده ديك المخده اللي فوق الكرسي والكرسي اللي عند عرفت الدراري
عم زي الصوت كنشوف الصوت كنشوف كندوز السيت اب مطفر كيبان لي بلي راه انا خصني ندوز السيت اب مطفر. شوف المهم غنشوفو كونفيك غنشوفو داكشي اللي عنده لي كومبوزون ديال داكشي بي سي اللي عنده باش نعرف بالضبط واش مطفر واش انا يتصنف ك من سيت ابات مطفرين ولا لا. اول حاجه كلافي ايميس ما عرفتش الضرب شنو غادي تقرا ولا ما كنعرفهاش ديك الطاب ديك الكلافي. سوري مارفو اوكي مطفره هذه بالبيان. ميكرو بي ام 800 بينو بين بينو بين كاسك سوني اه بي سي اي 3 دوزيام جينيراسيون يعني اش كنتو جينيراسيون بي سي اي 3 دوزيام جينيراسيون 4 جيجا في الرام. سوف شوف كنت غلط. ديكوراسيون ما كيبانش مطفر ولكن كونفيغوراسيون مطفر مطفر بامتياز. اي 3 دوزيام جينيراسيون مازال كيتباعو زعما باقي هذا اللي داوي معاك راه عندو اساك دازين. ندوزو السيت اب الثاني ديال هاد الدرس سميتو طه الرضاه اللي صور ليا كلشي الا السيت اب. صور ليا كلشي قال عنده في البيت دار عليه الا السيت اب. اخويا دابا هذا ديال الله يحسن العوان. هادشي دابا قلت لهم صيفطوا لي اكف السيت ابات اللي عندكم. طابق داخداش كلافي بلاد سوري ريزر ديت ادر مانيتا ديال اكس بو ياك اخاي ديال ياك طه ياك والله جبتي لي الردانيس. صور لي الروتور ما عرفتش شنو غادي ندير بالروتور عباد الله. ها اخيرا تصويره مزيان. واخويا من واحد الناحيه دار التلفازة سوري ريزر كلافي بلاد وطابي شاد الكلافي والسوري وكيقول لك دابا هذا سيت اب مطفر. وغادي نقول لك غير الحيط والبيرو هما اللي مطفر ولكن الشيء الاخر كامل راه انا اللي مطفر وهذاك الشيء ما مطفرش. والدراري نساليو بالسيت اب ديال الدرس سميتو ايمن بريفي. الدراري اي واحد يدوز عنده بريفي راه باغيكم الدراري ايمن بريفي سيفطوا لي بريفي حاضر. وها هو السيت اب مطفرين اللي وقال الدراري وقال انا بلات باش نشرح لكم واحد البلان راه واحد تكون ما فهمتوش شنو هي الكونسيبت ديال سيت اب مطفرين. سيت اب فاش كنقول سيت اب مطفرين كندوي على بحال السيت اب ديالي سيت اب ديال شي واحد اللي عنده داكشي واش فهمتي ديال سيت اب مطفرين. ماشي تصيفط ليا صاحبي غتشرحوا فينا الدراري بحال هكا وات ذا روتر في الكحل صاحبي. واتشي جيمر باينه تما شي بيس جيمر طابي قدا قداش عاوتاني ويلي سوري كلافي ميكانيك والار جي بي العيبات ديالو. طابي صدق كتبان شي حاجه اللي كلين شي حاجه اللي ملسه بزاف اصاحبي كتبان من هنا ملسه واخا باقي كما جربتها ولكن كتبان ملسه. واكرون اكرون 60 هرتز كتبان عاديه تما اكرون. والبيرو الصاط البيرو هو اللي صغير بزاف لدرجه انك ما يمكنش تحط فيه البواطي تمايا ولعل الاقل حيد الروتر وكحز داكشي كامل وخلي البواطي شويه بعيد عن السوري باش انك تقدر شوف ديك البواطي خصك ديرها في الريش وخصك ديرها في مانطا وتنعس بحال هكا خصك تهلا فيها تهلا في داكشي اللي ويلي 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 الدراري الديكوراسيون في الليل كيبان داكشي. اوكي الكونفيك سيت اب مطفر ديال هاد السيد ايمن بريفي دوزو عنده بريفي انتل اي 7 9 جينيراسيون ديسك دير 500 جيجا 16 جيجا في الرام سيت اب مطفرين كارت جرافيك جي تي اكس 970 كلافي ميكانيك بلو سويتش. من الاحسن انني نتحرك قبل ما تصدق جايني شي جلطه دماغيه ولا شي حاجه. المهم اخوت كنتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم. الدراري ما تنساوش اللي باغي ندوزو في سيت ابات بحال هاد لي كون هاد الكونتنت هادو اللي كندير دوزو عندي الانستغرام فولو مي الدراري وصيفطوا لي ميساج تمايا وتسناو الى لعبتي ستوري باش على سيت اب فورز ولا سيت ابات مطفرين باش تصيفطوا لي تمايا ودوزو في شي فيديو. وكان معكم فورس غنقولكم دابا بيس.